أفتح قلوبهم. وقال: يخرج من ضئضئ هذا، أي من أصله، أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. المخاطبون بهذا أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، بقية الصحابة، العابدون المجدون. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول له، يقول لأبي بكر: أنت تحتقر صلاتك إذا نظرت إلى رجل من أتباع هذا، وأنت تحتقر صيامك، ويقول هذا للعباد. فالخوارج معروفون بكثرة العبادة، حتى إن يعني سيما الصلاة كانت في يعني وجه عليهم كركبة العنز من كثرة السجود. وابن عباس لما ذهب إليهم في المناظرة الشهيرة، لما ذهب سمع لهم دويا بالقرآن. لكن الإشكال إن في انقطاع ما بين القلب وما بين اللسان، لسان ليس عنده فهم. يعني حتى أنه يعني لما ذهب إليهم ابن عباس وقال: ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب؟ يقول من ضمن الكلام يعني: إنه حكم الرجال في أمر الله، خلاص، ومحى عن نفسه أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. هذا لا يقول إنسان يعقل، ولا يقول إنسان مجرد ما ترك علي بن أبي طالب. المسألة التحكيم للقضية المشهورة التي لا أريد الخوض فيها، خلاص يبقى هو أمير الكافرين، ليس أمير المؤمنين، يبقى أمير الكافرين. بينهم وبين القلب وبين اللسان انقطاع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحقر أحدكم صلاة، يقرؤون القرآن لا يجاوزه حناجرهم. يقرأ اللسان، عشان وده برضو من الأدلة التي تدل على أن العقل في القلب، لأن الله عز وجل قال: فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، فدل على أن القلب في الصدر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. الفرض للقرآن، الإنسان لما بيقرأ القرآن، القرآن بيستطعمه القلب. هنا ده هنا في الحنجرة حصل نوع من الانقطاع ما بين اللسان وبين تدبر القلب، فخرج هذه الصورة الشوهاء. فهؤلاء الذين يحقر الصحابة عبادتهم إذا نظروا إليهم، كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. القصة إذن مش قصة إن الواحد يقوم ويقعد وحركات والكلام ده، إنما هي قصة انفعال القلب قبل عمل الجارحة. نعم. طيب، إحنا ندخل بقى في مسألة مهمة، ألا وهي مادة حياة هذا القلب. مادة حياة القلب، القلب الحي، قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فحياة القلب في الاستجابة، حياة القلب في الاستجابة. ولذلك قال بعدها: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فنتكلم إن شاء الله برضو فضيل الشيخ أبو أحمد برضو يكلمنا، برضو يضرب سهم في مسألة الاستجابة وكيف أنها هي حياة القلب على التحقيق. نعم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فلا بد أن نعي يقينا أن حياة القلب لا تكون إلا بالمنهج القرآني والنبوي. محال يا أخي الحبيب أن يحيا قلبك بمواد الشيطان. ويحضرني الآن قول جميل لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، والحديث في مسند أحمد، وطبعا الشيخ موجود جزاه الله خيرا، الحديث يضعف مرفوعا ويصح موقوفا على حذيفة، ومدار تضعيف علمائنا لهذا الحديث على الليث بن أبي سليم، وهو متكلم فيه، وإن كان الإمام أحمد لا يرد حديثه رحمه الله تعالى. الشاهد الحديث فيه علة أخرى، أن أبا البختري لم يدرك حذيفة. إذن هو صح موقوفا على حذيفة رضي الله عنه، وهذا هو الراجح. يقول حذيفة: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج مزهر فذلك قلب المؤمن. إذن لا يحيى القلب إلا بالإيمان بالله جل وعلا، وإلا بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا بالاتباع. محال أن يحيى قلبك بلا إيمان، بلا توحيد. فهذا أول شرط من شروط حياة القلب، وهذا أول شرط من شروط سلامة القلب، أن تحقق الإيمان. والإيمان ليس كلمة فحسب، ولكنه قول باللسان وتصديق بالقلب بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وقد عرف أيضا شيخنا ابن القيم
الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم تعريفا بديعا، فقال الإيمان برسول الله وتصديق القلب بنبوته وإقرار اللسان برسالته وانقياد الجوارح لطاعته وسنته. إذن الإيمان بالله ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة فحسب، والإيمان برسول الله ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة فحسب، فحياة القلب بالإيمان بالله جل وعلا وبالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لابد أن تتعهد هذا الإيمان، لأن الإيمان كما هو معتقد أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فلا بد أن تتعهد هذا الإيمان وأن تضع قلبك في بيئة الإيمان في بيئة الطاعة، واحذر أن تضع قلبك في بيئة المعصية، لأن القلب قد يتشرب الفتن، فتن الشهوات والشبهات كما ذكر الشيخ حفظه الله وأنت لا تدري، قد يتشرب القلب الشبهة وأنت لا تدري، وقد يتشرب القلب الشهوة وأنت لا تدري، فالفتن بالجملة لا تزيد عن هذين القسمين، فتن الشهوات والشبهات. وفي صحيح مسلم حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال تعرض الفتن على القلوب. كثير منا يتصور أن الفتن تعرض على السمع والبصر وفقط، فبمجرد ما يغلق التلفاز أو الموقع الإباحي على الإنترنت لن يرى شيئا لا إطلاقا، بل يذهب إلى فراش لينام ويغمض عينيه فيرى الصورة تتوالى عليه تترى، ويسمع كل كلمة كان يسمعها منذ لحظات ترن في أذنيه بصوت واضح. ليه؟ لأن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. قال تعالى